السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألتني عن أكتر حاجات ممكن تسبب مشاكل لقدم مريض السكر، هقول لك عن 3 حاجات. أول حاجة، قص الأظافر بطريقة غلط، وبالتالي ممكن يسبب مشاكل كتيرة زي إنك تقطع الجلد، إنك تسبب جروح، إنك تخلي الأظفر يدخل في اللحم. مشاكل كتيرة ممكن تحصل بسبب قص الأظافر بطريقة غلط. تاني حاجة، المشي حافي. المشي حافي من الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل لمريض السكر، ان حاجة تخش في رجليه، ان ما يحسش باي جروح، باي حرارة، ممكن يتحرق لو مش على ارض سخنة. تالت حاجة واهم حاجة، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة في الفيديو ده، لبس الاحذية الغير مناسبة لمريض السكر. في الفيديو ده هنتكلم على 4 نقط مهمين جدا بخصوص الحذاء الغير مناسب لمريض السكر. اول حاجة، هي ايه المشاكل اللي ممكن تحدث لقدم مريض السكر لو لبس حذاء غير مناسب؟ تاني حاجة، هي ايه المواصفات المهمة لحذاء مريض السكر؟ تالت حاجة، هي ايه الحاجات المهمة اللي لازم تاخد بالك منها كمريض سكر وانت بتشتري الحذاء؟ رابع حاجة، هي ايه افضل اماكن ممكن نشتري منها احذية مرضى السكر؟ دي 4 نقط اللي هنتكلم عليهم النهاردة في الفيديو ده. اول حاجة، لو مريض السكر لبس حذاء غير مناسب، ممكن يحصل له حاجات كتير جدا. ممكن يحصل له تشقق في القدمين من تحت، ممكن يحصل له ضغط على الاصابع من فوق وبالتالي يسبب جروح وقروح، ممكن يحصل له اعوجاج في الاصابع، ممكن يحصل له انحراف للاصبع الاكبر لو لبس احذية ضيقة من قدام، وبالتالي ممكن يحصل التهابات وممكن يحصل مشاكل، ممكن يحصل انغراس للاصفر داخل اللحم وبالتالي يسبب التهابات وبيسبب مشاكل بعد كده نتيجة ان مقدمة الحذاء بتكون ضيقة او مدببة او مش عميقة. ممكن يحصل ضغط على الاظافر، ممكن يحصل تشوه للاظافر، ممكن يحصل تكسر للاظافر، ممكن يحصل فطريات للاظافر، ممكن يحصل اصابة القدم بالفطريات نتيجة ان الحذاء نفسه ما بيمتصش العرق وبالتالي ممكن يسبب فطريات، ممكن يسبب عين سمكة، ممكن يسبب ضغط على اماكن معينة في القدم، وبالتالي ممكن بعد كده يسبب قروح وجروح ومشاكل لا غنى عنها لمريض السكر. ممكن توصل بعد كده لمرحلة البتر. فبالتالي حذاء مريض السكر المناسب ليه ضروري جدا انه يمنع مشاكل كتيرة مريض السكر في غنى عنها. طب ازاي مريض السكر يختار حذاءه؟ او ايه هو المواصفات المناسبة لحذاء مريض السكر؟ يعني انا كمريض سكر اعرف ازاي ان ده حذاء مريض السكر؟ يعني انا كمريض سكر لما اجي اشتري حذاء اشتريه بمواصفات ايه؟ او ايه هي المواصفات بتاعته؟ او ايه هي الحاجات اللي موجودة في الحذاء ديت بتقول ان الحذاء ده حذاء مريض السكر؟ اول حاجة، لازم الحذاء يكون مصنوع من جلد مرن وكعب عريض، ان المقدمة بتاعته تكون عريضة وعميقة. لازم يكون الحذاء واسع ومريح واكبر من درجة مقاس الرجل بحوالي درجة. لازم يكون الحذاء مبطن من الداخل عشان يمنع الاحتكاكات مع الرجل ويمنع تسلخات الجلد. ولازم يكون جواه حشوة وما يكونش جواه اي شيء ناشف او قاسي جوه الحذاء. الاحذية اللي بتتربط بلاصق افضل بكتير جدا من الاحذية اللي بتتلبس برباط، عشان تقدر توسع وتضيق زي ما انت عايز. والافضل ان يكون فتح الحذاء وقفل الحذاء من اعلى ومن الخلف، وبالتالي تقدر انت تحط رجليك بالكامل جوه الحذاء وتقدر تحدد المقاس بتاعك، او تقدر تحدد ان هل هو ضيق عليك هل هو واسع عليك، فبالتالي تقدر تتحكم في المقاس. لازم الحذاء يكون خفيف ومريح. لازم الحذاء يكون الارضية بتاعته كلها على مستوى واحد، ما يكونش مرتفع من مكان وواطي من مكان تاني. الافضل انك تستخدم نوعين من الاحذية، او تستخدم حذائين، واحد للصباح واحد للمساء. ليه؟ لانك لو استخدمت حذاء طول اليوم او طول الوقت هيحصل ضغط على مناطق معينة في الرجل داخل الحذاء، وبالتالي ممكن تسبب لك مشاكل بعد كده. الافضل انك ما تلبسش اي حذاء بدون شراب. ليه؟ الشراب بيحمي الرجل، وخصوصا لو كان شرابات مريض السكر اللي فيها الياف فضة، وده هنتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله. طيب، وانا بشتري الحذاء ايه المفروض اعمله؟ اول حاجة، لازم تشتري الحذاء من مكان موثوق ومخصص للاحذية الطبية او احذية مرضى السكر، لان في ناس كتير بتبيع احذية وتقول لك ان الاحذية دي احذية طبية او احذية مرضى السكر، وهي لا احذية طبية ولا احذية مرضى السكر، وتسبب مشاكل كتيرة بعد كده لمريض السكر. لما تيجي تشتري الحذاء اشتريه بالليل، ما تشتريهوش الصبح. ليه؟ لان بالليل بيكون رجليك ورمة نتيجة انك ماشي طول اليوم، واقف طول اليوم عليها، يعني اجهدت رجليك، وبالتالي لما تيجي تقيس الحذاء هتلاقي انك انت بتاخد مقاس اكبر من مقاسك بدرجة، غير لما تشتريه الصبح بيكون رجلك لسه ما فيهاش ورم، ما تكونش لسه اجهدت، وبالتالي لما تيجي تشتري الحذاء هتشتري الحذاء على مقاسك بالظبط، تيجي بالليل رجلك تورم، تحس ان الحذاء ايه ضيق عليك. اما تيجي تشتري الحذاء البسه الاول 5 دقايق ومشي فيه وشوف هل هو سبب تسلخات للجلد، هل هو سبب احمرار للجلد، هل هو سبب ضغط على مناطق معينة في الجلد.
بعد كده البس الحذاء لمده ساعه ومشي فيه وشوف برضو حصل نفس المشاكل دي ولا لا. لو حصل نفس المشاكل دي يبقى الحذاء غير مناسب بالنسبه لك ولازم تغيره. لو ما حصلش المشاكل دي البسه لمده ساعتين ومشي فيه وبرضو شوف هل في مشاكل حصلت ولا لا. لو ما حصلتش المشاكل دي يبقى اعرف ان الحذاء ده مناسب ومشي فيه. زي ما قلت لك ما تلبسش الحذاء بدون شراب، وخصوصا لو كان شراب مريض السكر. زي ما قلت لك لازم تشتري حذائين، حذاء لفتره الصبح وحذاء لفتره الليل علشان تبدل فيهم، وبالتالي ما يحصلش مشاكل نتيجه الضغط المستمر على مناطق معينه في الرجل لو لبست حذاء واحد. قبل ما تلبس الحذاء لازم تفتحه كويس وتشوف ايه اللي جواه، ولازم تحط ايدك جوه الحذاء علشان تتحسس اذا كان في جسم غريب، طوبه، هل في ثنايا موجوده جوه الحذاء ولا لا، جسم صلب جوه الحذاء، لان مريض السكر بيكون الدوره الدمويه عنده ضعيفه والاعصاب الطرفيه بتكون ضعيفه، بالتالي ما يشعرش بوجود الجسم الغريب ده اللي ممكن يسبب له مع الوقت مشكله وجروح وجروح برجليه. كده يبقى احنا عرفنا ايه المشاكل اللي ممكن يسببها الحذاء الغير مناسب لقدم مريض السكر، وعرفنا ايه مواصفات الحذاء المناسب لمريض السكر، وعرفنا ايه هي الحاجات الاساسيه اللي مريض السكر لازم يعملها، او ايه هي النصايح اللي مريض السكر لازم يعملها وهو بيشتري حذاء لنفسه. طب ايه هو افضل مكان ممكن تشتري منه احذيه مرضى السكر؟ افضل مكان ممكن تشتري منه احذيه مرضى السكر لو المكان ده موثوق، لو المكان ده مرخص، لو المكان ده ليه سجل تجاري، او المكان ده موجود على ارض الواقع مش موجود على الاونلاين او مش موجود على الانترنت فقط، وبالتالي ممكن تروح له وتاخد مقاس وممكن ياخدوا مقاساتك ويديكوا الحذاء المناسب، وممكن تستشيرهم في حاجات تانية كتير ويفيدوك. لازم يكون المكان عنده خدمة ما بعد البيع، لازم يكون المكان عنده خدمة شحن داخل مصر وخارج مصر للناس اللي بتشتري من بره مصر، لازم يكون عنده اكتر من وسيلة لوسائل الدفع، ويكون المكان برضو عنده خدمة الدفع عند الاستلام. من الاماكن المفيده واللي اتعاملت معاها كتير واللي حسيت ان هم ناس محترمين جدا وعندهم كل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت هي شركه اي اند ام ميديكال. الشركه دي موجوده في بنها، موجوده في مصر. الشركه دي مخصصه ومتخصصه في الاحذيه الطبيه واحذيه مرضى السكر والاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه واجهزه ذوي الاحتياجات الخاصه. الشركه دي شركه محترمه جدا وموثوقه. الشركه دي فيها ناس محترمين تقدر ترجع لهم لاي في اي وقت. الشركه دي انا تعاملت معاها كتير. الشركه دي عندها مقاسات مختلفه من الاحذيه، الشركه دي عندها كميات كبيره من الاحذيه، الشركه دي ممكن تشحن لك لاي مكان في مصر وخارج مصر، الشركه دي ممكن تشحن لك اي كميه انت عايزها، الشركه دي عندها طرق كتيره لعمليات الدفع، الشركه دي عندها خدمات ما بعد البيع. ده رقم المحمول ورقم الواتساب بتاع شركه اي اند ام ميديكال اللي موجوده في بنها زي ما قلنا، ممكن تتواصلوا معاهم. زي ما قلت الشركه دي شغلها كويس ومحترم وموثوق فيها، ولو اتعاملتوا معاها يا ريت تبعتوا لي وتقولوا لي رايكم في تعاملكم معاها والمنتجات بتاعتها اخبارها ايه. كده يبقى احنا انتهينا من فيديو النهارده وعرفنا كل شيء عن احذيه مرضى السكر. بتمنى ليكم الصحه والعافيه. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال بخصوص الموضوع اكتب لي تحت الفيديو. بتمنى ليكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي استشاري رياضه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.